دوما وابدا نرحب بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي القنوات السعوديه الرياضيه في هذه الحلقه الجديده من برنامج جوادي. اليوم عاد لدينا الكثير من المحاور راح نتطرق لها باذن الله في هذه الحلقه، ودائما نبدا من العالميه ومن ثم نذهب للمسابقات المحليه وكذلك المسابقات العربيه. كل العناوين ان شاء الله اليوم راح نحاول نلم فيها بجميع المسابقات المتواجده في العالم وفي الوطن العربي وكذلك المشاركات المحليه. طبعا لازم يكون معنا في هذه الحلقه اسماء ثقيله تتحدث عن محاورنا في هذا اليوم. خلينا نبدا بالاستاذ يوسف البيتوني، مدير عام الفروسيه الدولي، مدير عام المدرسه الفروسيه او المدرسه الدوليه للفروسيه. ارحب فيك استاذ يوسف. حياك الله اخ راشد، وتشرفنا كثير بتواجدك معنا. الله يزيدك شرف، حياك الله. وكذلك من جده الاستاذ سالم بن محفوظ، اختصاصي في علوم الخيل. حياك الله استاذ سالم. الله يحييك ويبقيك اخوي راشد، تحيات ضيفنا. يحييك ربي. نبدا دائما بالعناوين. منتصر الخالدية يفوز بكأس ميدان للخيل العربي بإيطاليا. الراجحي يخطف الدرع من أمام الكبار ويتوج في بطولة درع الاتحاد لقفز الحواجز. اتفاقية لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز تخطف كأس هيئة الهلال الأحمر، وريد فلاور لإسطبل الغريبان تظفر بكأس وزارة المالية. اختتام بطولة منظمة الجواد العربي لمربي الخيل العربية الأصيلة السادسة بمصر. الجواد غزوان الخالدية العائد لمربط عذبة يحقق انتصاره التاسع في سجله السباقي. إذن هذه العناوين، ونذهب لأول محور معنا لهذا اليوم. منتصر الخالدية العائد لمربط عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز يحقق انتصاره الثالث من ثلاث مشاركات في سجله السباقي بحصوله على كأس ميدان المخصص للخيل العربية الأصيلة في ميدان أو في يوم ميدان الإماراتي لمسافة 1750 متر، وحل ثانيا أمجاد العزيز لاستبلات إدوينا، وثالثا المهدود لاستبلات الشقب من ميدان سان ريزوري في مدينة بيز الإيطالية. طبعا بالحديث عن هذه المشاركات أستاذ يوسف وأستاذ سالم، نبدأ فيك أستاذ يوسف بالحديث عن هذه المشاركة. يعني من الأسماء اللي نشاهدها يعني مشاركة الاستبلات الثقيلة والمرابط القوية، أكيد أنها يعني منافسة كانت قوية جدا. أكيد دولية حتكون قوية، فيها أفضل خيل وأكبر منافسة. جميل. أستاذ سالم، يعني من خلال الأسماء الموجودة وخاصة إذا ذكرنا برضو بأن مربط الشقب وهو من المرابط اللي كانت مرشحة أيضا في مثل هذه البطولات، يعني كانت المنافسة جدا قوية والترشيحات صعبة قبل بداية مثل هذه المنافسات. أولا أبارك الأمير عبد العزيز بن أحمد مالك مربط عذبة وأعضاء فريق مربط عذبة. حقيقة الانتصارات اللي نشوفها الآن لهم ليس فقط محلية وإنما دولية تنم وتعطي نتيجة عن الأداء والمجهود اللي يقوم فيه أعضاء فريق مربط عذبة. حقيقة عندهم فريق ما شاء الله، فريق متمكن، فريق ذو خبرات، فريق ملم بالمنافسة الدولية والمحلية، ولذلك الآن ما شاء الله تبارك الله تميزوا دوليا ومحليا، وأتوقع القادم أجمل بالنسبة لهم. جميل. أستاذ يوسف، مثل هذه المسابقات بما أنك يعني مدير المدرسة الدولية للفروسية، مثل هذه المسابقات أنا كيف أرشح الخيل اللي راح تشارك مثلا، يعني بحيث أنه أحاول أني أضمن بشكل أكبر الانتصار، كيف هي الخيل مثل هذه المسابقات؟
حسب ما بتكون انت اعددت الحصان، وهو الحصان يعني بيكون تحت التدريب يعطيك مؤشرات، وتشوف مختلف الخيل اللي عندك ايهم الجاهز او ايهم اللي لسه ما جهز. جميل. ففي النهايه القرار بيرجع للمدرب ولل يعني اللي يكون مشرف على الخيل. متى اقرر؟ متى تقرر؟ نعم. يعني معظم الاحيان التقرير بيكون قبل السباق بيوم، مش اكبر من كذا، لانه تغيرات حيكون في تغيرات كثيره اذا كان المده اطول. جميل. استاذ سالم، يعني مربط عذبه ما شاء الله تبارك الله، يعني نتحدث بانه في العالميه يتواجد وبشكل قوي ويحقق انجازات تنسب للمملكه في المركز، يعني في يعني في المقام الاول، وهذا امر جدا جميل. هذه المنافسات اذا كانت منافسه قويه مثل هذه المنافسه، كيف انا اقرر واي كيف راح يكون الترشيح بالنسبه مثلا الخيول او الحصان الجاهز؟ في العادة ننظر للخيل المشاركة، وكذلك ننظر على الأداء الحصان أو الفرس في المشاركات السابقة. جميل. ونقارنها بالخيل المشاركة في نفس السباق، وعلى هذا نبدأ نتنبأ أنه بإذن الله السباق القادم نقدر نرشح الحصان الفلاني والحصان الآخر، قد يكون مرشح أنه يكسب هذا السباق. الخيل الموجودة في مربط عذبة وحقيقة تحت تمرين تدريبات مدربين ذو خبرة عالية في المجال هذا، فهم حقيقة يعرفون وين يحطوا الحصان المناسب في المكان المناسب في السباق المناسب، ولذلك أنت تبدأ تشوف تميزهم وتلاقيهم من أول المراكز في كثير من السباقات، ويسهل ترشيح جيادهم للمراكز هذه. جميل. بالحديث عن هذا السباق بالتحديد أستاذ سالم، لو كنت أنت مشارك، يعني وأنت يعني من زمان ما شاركت، وهذا يعني امر نتمنى ان نشاهده في المراحل القادمه، لو كنت مشارك مثل هذه السباقات، ما هي الامور التي ستحرص عليها قبل دخول هذه المنافسه؟ الخطوه الاولى في دخول مجال السرعه والسباقات مثل هذه اختيار الرياض او الانتاج بناء على الحوض الجيني، من الأب ومن الأم. أمور السرعة عادة تورث من الأب وتورث من الأم، فاختياري للأم المورث للصفات وكذلك الأب المورث للصفات يعتبر خطوة مهمة جدا في دخولي في عالم السباقات، ويختصر الكثير من المجهود ومن المصاريف والوقت للتميز في هذا عالم السباقات. بغض النظر عن الاسماء المشاركه، مثلا الاسطبلات المشاركه، اذا قلنا مثلا والله في اسماء مرشحه وقويه في مثل هذه السباقات، كيف انت راح يعني ترى هذه المنافسه؟ نرجع ونقول جياد مربط عذبه حقيقه تعتبر الان من افضل الجياد المتواجده في الساحه، وانت ذكرت سابقا مربط الشقب. نعم، مربط الشقب يعتبر الان من المرابط المتميزه كذلك عالميا وليس محليا او في الخليج. مربط الشقب ينافس في اوروبا، ينافس في امريكا، ينافس في الخليج، يعتبر منافس قوي وشرس لكثير من المرابط. والان عذبه تبارك الرحمن ينافسون، وبامكانهم تقديم نفس المستوى افضل، واتوقع القادم افضل بالنسبه لهم، خصوصا انهم في كاس العالم الان حصل في فرنسا قبل كم شهر. الجواد المرتجز مربط الشقب حقق المركز الاول، وكان وتبعه صحيح جواد مربط عذبه صحيح، وما شاء الله اختصروا الزمن وحققوا مركز جدا متقدم، هو المركز الثاني في سباق يعتبر من اهم السباقات، ولذلك القادم افضل بإذن الله. أستاذ يوسف الفارس المرشح لمثل هذه السباقات، من هو الفارس المرشح لمثل هذه السباقات؟ أنا كيف أختاره اللي راح يحقق لي البطولة؟ أكيد الفارس اللي حيكون عنده تاريخ جيد في تحقيق نتائج وخبرة كيف يتعامل مع الخيل خلال السباق، هذا اللي بتركز عليه على أساس أنه يقدر يحقق لك نتيجة، غير ان الفارس لما يكون مبتدئ وما يعرف يتصرف خلال البطوله، وطبعا بيعتمد على خطه المدرب مع الفارس كيف يقدر يطبقها خلال السباق. هذه كلها متغيرات داخل السباق تحدث وسريعه جدا، ما
وتحتاج الى خبره كبيره من من الفارس. بعيدا عن الخبره، كيف اعرف انه متهيئ الان وجاهز لمثل هذه المشاركه؟ خاصه اذا قلنا بان يعني المشاركه قليله. يعني تعتمد على الفارس في النهاية خلال أيام التدريب وأيام الاستعداد وحالة النفسية والصحية. الأمور النفسية تدخل ها؟ أكيد تدخل، أكيد تدخل، لأنها بتأثر على الحصان. الحصان عنده شعور كبير بالحالة النفسية تبع الفارس، فإذا في أي شيء يعني مختلف حيحس فيه الجواد وحيكون يعني حيتفاعل معها. ممكن أنه يربك الحصان من البداية؟ ممكن الانطلاقة يعني مثلا؟ نعم نعم، بوابة الانطلاقة فيها مشاكل كثيرة، وتشوفها يعني دائما ان هذه الامور بتصير بسبب انه الحصان بيكون متنرفز او خايف شوية بسبب الفارس انه ما هو مهدي او ما عنده خبرة كافية يهدي الحصان قبل لا ينطلق، بتاخذ مجهود كبير من الحصان قبل لا ينطلق. جميل جميل. ننتقل الان للمحور الثاني في هذه الحلقة. بحماس واصرار الراجحي يخطف الدرع من أمام الكبار، توج عضو مجلس إدارة الاتحاد الفروسية السعودي رئيس المكتب التنفيذي لقفز الحواجز الدكتور خالد الجريسي الفارس عبد الله الراجحي رفقة جواده كورنليس بطلا لنهائي درع الاتحاد السعودي لفروسية قفز الحواجز، والذي أقيم على ميدان مركز سيتي هورس، وذلك بعد اجتيازه جولتي الدرع بأربع أخطاء وبزمن 51.86 جزء من الثانية. يليه في المركز الثاني الفارس المبدع نواف العمري على جواده منثور وجولتين بأربع أخطاء وبزمن 52.9 جزء من الثانية. يتبعه في المركز الثالث الفارس بدر الفرد على جواده شانكيس وجولتين بخمسة أخطاء وبزمن 57.20 جزء من الثانية. ورابعا الفارس خالد العيد وجواده فالوتا وجولتين بثمان أخطاء وبزمن 46.99 جزء من الثانية. وفي المركز الخامس الفارس عبد الرحمن الهمزاني على جواده برجيتا وجولتين بثمان أخطاء وبزمن 53.13 جزء من الثانية. وسادسا الفارس أحمد العسيري على جواده أيمار زد وجولتين بتسعة أخطاء وبزمن 49.69 جزء من الثانية. وسابعا الفارس سعد العجمي على جواده فيلو وجولتين ب 12 خطأ وبزمن 44.69 جزء من الثانية. يعني هذه الأسماء أستاذ يوسف، يعني كنا نتحدث عن المركز الأول والمركز الثاني، يعني تقريبا يعني صغار في الاعمار ما شاء الله تبارك الله، كبار في الاداء. نعم يعني اذا قلنا المشاركه هذه فيها يعني بطل عالمي في كلام خالد، وفيها فرسان دوليين بقى. فيها فرسان ايضا دوليين. نعم هذا الامر كيف وصلوا له ما شاء الله تبارك الله بخبرتك انت يعني ك يعني مدير للمدرسه، كيف وصلوا للمستوى هذا؟ كيف وصل هذا المستوى؟ هذا طبعا باستمراريه التدريب والمشاركات، يعني كل ما يشارك الفارس أكثر ويحتك بفرسان أعلى ويشارك في مباريات كبيرة مستواها عالي يكتسب خبرة، فتحصل جميل. أنه يعني بعد فترة أنه يبدأ ينافس الكبار. جميل، وإن راح نكمل، لكن معنا الآن الاتصال الدولي مع صاحب المركز الأول الفارس عبد الله الراجحي ما شاء الله تبارك الله. عبد الله راح فيك عبر القنوات السعودية الرياضية. هلا والله، السلام عليكم. نشكر لك قبول هذه الاستضافة. يعني بطولة كانت قوية عبد الله، وأنت ما شاء الله يعني من الأسماء التي نتنبأ لها الكثير في المستقبل، خاصة أنك في عمر مبكرة مثل هذه المشاركة فيها أسماء دولية وفيها أيضا يعني خالد العيد هو من الأسماء المرشحة دائما في أي بطولة. قبل دخولك هذه البطولة كيف أنت تهيأت نفسيا؟ أول شيء أنا كان هدفي في هذا الموسم إني أحاول إني أحقق من أكبر بطولات الدوري السعودي. جميل. هي بطولة درع الاتحاد وكأس الرئيس وكأس المؤسس، وكانت أولهم بطولة درع الاتحاد. فأنا حاولت إني أجهز لها من أول لأنها هي أول بطولة وكانت من أفضل البطولات. كانت المنافسة مرة قوية، وبالذات كانت الجولة الأولى
جميع الفرسان الذي دخلوا في الجوله طيح 4 اخطاء. في الجوله الثانيه الحمد لله عديت الجوله كلير، وكان فرق بسيط بيني وبين نواف العمري، بس الحمد لله كانت مره المنافسه قويه. جميل. بالحديث عن هذه المنافسه، انا صراحه انا عارف ان ما شاء الله الوالد يدعمك وبقوه في 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 مسابقاتك او في مشاركاتك بشكل دائم، كنت متوقع ان هذا الترتيب؟ اي زي ما قلت والله ابوي هو الداعم لي طبعا في هذه البطوله، ولانه طبعا دعاء الوالد والاهل. اي الحمد لله بعد دعم الوالد والمستمر، فالحمد لله قدرت احقق هذه الانجازات والبطولات. على فكره يا عبد الله، الكل ينتظر منك الكثير في المستقبل، خاصة انك يعني في عمر ما شاء الله مبكرة ما شاء الله تبارك الله، وهذا امر جدا ايجابي وجدا نفخر فيه، وننتظر منك الكثير على فكرة. ان شاء الله نحقق بعض البطولات الكبيرة السعودية مثل كأس الماسترز وكأس الرئيس، ان شاء الله نكون من الاوائل المرشحين لهذه البطولات ان شاء الله. شكرا لك عبد الله. الله يعطيك العافية. إذا من حديث عبد الله أرجع لك أستاذ يوسف، تحدثنا عن مثل هذه المسابقات ومثل هذه المنافسات، إذا كنت تتكلم قبل دخولي أنا للمسابقة، وأنا عارف أن هذه الأسماء موجودة، أسماء دولية وأسماء قوية، في أسماء جدا مرشحة وأنا يعني مثل هذا العمر، كيف أنا أشارك وأحصل على المركز الأول؟ طبعا رياضة الفروسية هي رياضة مختلفة شوي عن الرياضات الثانية، لأن فيها عامل حظ احيانا يلعب وعامل الخبره، فلما يجتمعوا مع بعض انت الان بتركز على انه ما تطلع باخطاء كثيره خلال الجوله وتكون اسرع زمن. فالمباراه اللي فاز فيها عبد الله كانت فيها جولتين ما هي جوله واحده، فالحصان لازم يكون جاهز وعنده لياقه كافيه انه يكمل جولتين، ويعتمد على ان الفارس يعني متفق معاه يعني امل انهم يوصلوا للمرحله الاخيره اللي هي ضد الزمن. فاعتماد الفارس على الحصان اعتماد كبير، يعني يكون عنده لياقه وتدريب وجاهز انه يقدر ينافس الفرسان الكبار. بعدين يدخل عامل الحظ، يعني هي الرياضه هذه فيها احيانا عامل حظ بسيط، لو طاح حاجز واحد بغلطه بسيطه من الفارس طلع من الجوله النهائيه، فاصبح المجال امامه اقوى انه يكمل ويكسب الشوط. جميل. نعم. أستاذ سالم، يعني نتحدث عن المركز الأول والمركز الثاني، أعمارهم تقريبا 19 سنة. هذا الأمر أنا سعيد صراحة فيه، ويعطي مؤشر ترى بأنه بخبرتك الكبيرة يرى بأنه ترى بأنه يعطي مؤشر كبير لمستقبل هذه الرياضة يعني في المملكة. اولا انا ودي انتهز الفرصه وابارك للفارس عبد الله والفارس نواف، اعمارهم تقريبا عبد الله حوالي 18، الفارس نواف تقريبا 14 15، هذول الناشئين هم ثروه وطنيه حقيقه، الاستثمار فيهم كفرسان للمستقبل للوصول الى خطط الميداليات الذهبيه يتكلموا الان عنها 2022، الان موجود المصدر، موجود المصادر، موجوده تبارك الرحمن. الفرسان هذول يجب أننا نستثمر فيهم أكثر وأكثر، هم الهواية موجودة عندهم، المحبة والعشق للرياضة هذه موجودة عندهم، فتكونت لدينا أسس كثيرة أنه إحنا ننجح. دعمنا للفرسان هذول أصبح واجب الآن، يبشروا بخير كثير، يبشروا بخير كثير لنا وللرياضة السعودية، وبإذن الله للمحافل العالمية يكونوا جاهزين عما قريب بإذن الله. جميل. نواف العمري معانا على الاتصال. نواف راح يفيك عبر القناة السعودية الرياضية، صاحب المركز الثاني. هلا والله، حياك الله يا نواف. يعني اليوم قبل شوي تكلمنا مع عبد الله وسألناه عن مسابقة بهذا الحجم وبهذه الأسماء الكبيرة، كيف أنا أدخل وأتهيأ نفسيا لمثل هذه المشاركات وأحقق مركز متقدم؟ والله الحمد لله، يعني أنا ما كنت خايف نفسيا ولا شيء، لأن الحمد لله والدي كان دائما معودني اني اشارك في الاشواط العالية، لكن عمري كان يمنعني اني اشارك. بعد السنوات طبقوا نظام اللي هو انك تقدر تدخل هذا الاشواط، والحمد لله يا رب وفقني في اول ظهور لي من فئة الكؤوس،
حققت المركز الثاني يعني الحمد لله كأول ظهور. الكلمات اللي سمعتها من والدك قبل المواجهة أو قبل المشاركة مباشرة؟ والله الوالد يعني ما كان خايف، بالعكس قال لي وليد الله يوفقك إن شاء الله، دائما يعني ركز على الشيء. الحمد لله والد يعني وقف معي مع أشياء كثيرة، فهو دائما ورائي ودائما خلفي، حتى يعني كان لي معزز كبير إن شاء الله. طيب حدثني يا نواف عن مشاركاتك المستقبلية، وش ما هي المشاركات المستقبلية لك والأقرب يعني؟ والله إن شاء الله يا رب أنا أطمح أن البطولات الدولية والأولمبية والعالمية أيضا يعني إن شاء الله يا رب، لكن لاني يمنعني عمري بحكم أن عمري 14 سنة وخمسة أشهر، مواليد 11/7/2002، فإن شاء الله عمري 16 سنة بيسمح لي أن أشارك في البطولات الدولية، ويا رب إن شاء الله أرفع علم السعودية إن شاء الله يا رب. طبعا اللي سوى عبد الله الراجحي هو في المركز الأول، وانت تقريبا نفس العمر، يعني معناته ما في شيء مستحيل. محفز لك هذا الامر انك تاخذ المركز الاول في المشاركه القادمه ان شاء الله؟ نعم، لكن عبد الله يعني ما شاء الله قد دخل بطولات يعني بطولات كؤوس يعني ما شاء الله، وقد حقق مراكز فيها، لكن انا هذا كان اول ظهور لي في كاس يعني من الكؤوس، وكان لي اهم كاس يعني موجود في الموسم اللي هو كاس درع الاتحاد، لكن الحمد لله ربي وفقني واخذت المركز. طيب اخر سؤال يا نواف، الاستاذ سالم ذكر بانه يجب الاستثمار في مثل هذه المواهب، قل صراحه ماذا تحتاجون؟ والله حاليا يعني الدعم ممتاز وكل شيء، لانه لا يجب الفارس انه يدعم نفسه بنفسه يعني، لكن من ناحيه تنظيم وجوائز وكل شيء يعني ما قصر السعودي، فانا احب اشكره على راسهم الامير عبد الله بن فهد، يعني ما قصر معنا الله يحفظهم. وحنا حابين نشكرك على هذا الاتصال، وبإذن الله يكون بيننا اتصال قادم وبإنجاز قادم يا نواف. الله يسلمك، شكرا. شكرا لك نواف. إذا من حديث نواف نذهب للمحور الثالث معنا في هذه الحلقة، وهو نتحدث عن يعني المشاركة اللي كانت يعني قبل فترة، وهي بعنوان عريض، وكانت فيها منافسة كبيرة. نتحدث عن مشاركة أيضا كانت من ضمن المشاركات التي دائما ما نحرص من خلالها أن نشاهد ونستمتع دائما مثل هذه الرياضة. توجه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم اسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز بكأس الهيئة عقب فوز الجواد اتفاقية بالشوط الخامس خلال سباق الفروسية الذي جرى أمس بميدان الملك عبد العزيز بالرياض. وأوضح القاسم أن مشاركة الهيئة بتقديم هذا الكأس السنوي تأتي في إطار دعم رياضة الفروسية، مبينا أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالرياضة من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة، مقدما التهنئة لإسطبل أمناء الملك عبد الله بفوزهم بالكأس، متمنيا حظا أوفر للبقية في المشاركات المقبلة. يعني إذا كنا نتحدث عن هذا الإسطبل يعني يمتلك أسرع ما شاء الله تبارك الله، يعني من 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 يمتلك أسرع يعني الجياد، وهو يعني غير مستغرب عليه. أعتقد الأخ سالم حيكون عنده خبرة أكثر في السرعة. جميل أستاذ سالم، يعني تكلمنا عن هذا الإسطبل، إسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهو الإسطبل الأحمر المعروف بأنه يمتلك أسرع الجياد. دائما في أي مسابقة نقول بأنه المراكز الأولى ستكون لهذا الإسطبل؟ لا شك إسطبل أبناء الملك عبد الله اللي هو الإسطبل الأبيض يحتوي على أفضل عناصر الآن موجودة عندنا، الفريق التدريب، الجياد، المختصين في التغذية، المختصين في علاجات الخيل، هم يمتلكوا الركائز الأساسية هذه اللي تخليهم يتميزوا ويظهروا ويكونوا المنافس الأول حقيقة. الآن هم يتربعوا على صدارة الملاك في سباقات الفروسية بالسعودية، وهو شيء ما هو مستغرب عليهم، دائما هم في هذا المكان ما شاء الله. نسأل الله أنه يبارك لهم، ونتمنى للملاك الثانيين أنهم يكونوا في هذا المستوى لمزيد من المنافسة. ومو هو غريب الإسطبل الأحمر الإسطبل الأزرق هم قريبين جدا من المنافسة، ولكن حاليا الفارق بين الإسطبل الأبيض والإسطبلات الثانية
نوعا ما بعيد نوعا ما، كون الاسطبل الابيض يتربع وبفارق نقاط كبير. انت تحدثت بانه يعني تتمنى من بقيه الملاك انهم يوصلوا لهذا المستوى، انا كيف اوصل؟ الامكانيات اللي ممكن تكون عند المالك الشعبي قد تكون صعبة عليه توفيرها مقارنة بمالك آخر. توفير العناصر البشرية، العناصر المادية، مو هو بالساهل على أي مالك أو أي مدرب يوفرها. تكلف الكثير من المال عشان الشخص يصل إلى ما وصلوا إليه الثانيين. لكن حوض الدماء أو حوض الجينات المتواجد عند بعض الملاك نعم يؤهلهم أنهم ينافسوا، وفي بعض السباقات الكبيرة الكؤوس الكبيرة تلقى كثير من الاسطبلات الشعبية تنافس الاسطبلات الكبيرة. الموسم الماضي رأينا كثير من الانتاج الشعبي هو صاحب الكلمة الأولى كان في الميادين، وانتقلت هذه الجياد إلى الاسطبلات الكبيرة وكملت تمييزها مع الاسطبلات الكبيرة، وكان عبارة عن عمل تعاوني جميل من الطرفين، استفادت الاسطبلات الشعبية والآن تستفيد الاسطبلات الكبيرة. جميل. نتحدث عن المحور الرابع في هذه الحلقة، منظمة الجواد العربي وكذلك مصر 2016. اختتمت بطولة منظمة الجواد العربي ومربي الخيل العربية الأصيلة السادسة بمصر بالقاهرة برعاية وحضور صاحب سمو الملك الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة منظمة الجواد العربي وجمع غفير من مربي وملاك ومحبي الخيل العربية الأصيلة بمشاركة أكثر من 51 مربيا و190 جوادا على مدى 3 أيام. وهذه طبعا المشاركة فاز فيها واحد، تقريبا هو فاز بخمسة يعني ذهبيات، نتحدث عن طارق حمدي ما شاء الله تبارك الله، فاز في أمهار سنة وفي مهرات سنة وفي أمهار ومهرات 3 سنوات، وكذلك فاز في الأفراس وفاز في الأفحل، هي ست ذهبيات، أخذ منها 5 ما شاء الله تبارك الله. وهذه المشاركة في مثل هذه المشاركات دائما ما تكون ذات اهتمام ودعم، وتلاحظ دائما منذ عهد قديم دائما أصحاب السمو يهتمون بالخيل العربية هناك في مصر، وكذلك نشاهد أيضا يعني مرابط سعودية موجودة هناك في مصر. أستاذ سالم، يعني الاهتمام الكبير من صاحب سمو الملك الأمير عبد العزيز بن أحمد رئيس مجلس إدارة منظمة الجواد العربي مثل هذه المنافسات، وهي في مصر وهي أيضا مرابط، هناك مرابط سعودية وهناك مرابط مصرية، لكن تبقى هي مشاركات وبطولات مصرية. نعم، مربط عذبة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد لاحظنا مؤخرا دعمه لكثير من المسابقات المحلية والدولية، حقيقة هم الآن يشاركوا نعم وتميزوا وأخذوا كأس العالم في فرنسا، لكن في نفس الوقت هم يدعمون الرياضة هذه، يدعمون الملاك عشان يبرز الإنتاج، يبرز الإنتاج محليا يبرز دوليا، وهذه حقيقة تسجل لهم. نشكر الأمير عبد العزيز بن أحمد، نشكر فريق أعضاء مربط عذبة على دعمهم المستمر محليا ودوليا، وليس مستغرب عنهم هذا، وبإذن الله حنرى منهم أجمل وأجمل في الأيام القادمة بإذن الله. جميل. يعني مثل هذه المشاركات كان فيها لفتة جميلة، وهو ناصر مرعي حكم دولي قديم ومربي قديم كرم في هذه المشاركة، وهذا الأمر دائما محفز وجميل أن دائما من يقدم لهذه الرياضة الكثير يلقى هذا الترحيب ويلقى هذا التكريم. أستاذ سالم. نعم، أستاذ ناصر مرعي من الشخصيات المعروفة والشخصيات القديمة في هذا المجال، ومن المربين القدماء جدا يستحق التكريم، وهذا أكيد قليل في حقه، يستاهل أكثر من كذا. جميع المربين حول العالم يعرفوه، يعرفوا أثره في الرياضة هذه، من أوائل من دخلوا في إنتاج الخيل المصرية هو بالذات.
ويستحق التكريم. نعم، ونشكر الأمير عبد العزيز بن أحمد على تكريمه للأستاذ نصر مرعي. خلينا أجيك أنا الحين أستاذ أحمد، غايب كثير عن المشاركات من زمان، من فترة طويلة، يعني جمالك وجمال حضورك اليوم بكل تأكيد نطمع بجمال مشاركاتك أيضا. نقول إن شاء الله حقيقة إحنا الفترة الماضية كنا غايبين لغرض الدراسة في الخارج، الآن إحنا موجودين، وإن شاء الله بإذن الله مشاركاتنا القادمة نكون موفقين فيها بإذن الواحد الأحد. نقول موجودين وبقوة؟ نقول إن شاء الله. ومشاركات القادمة يعني ما نقول لك يعني علمنا شو بيصير، ولا نقول لك عطنا أسرار، لا قول شو محضرين يعني. والله يمكن التوجه الآن اللي بدأنا نركز عليه في خيل السباق، سواء كانت عربية أو كانت خيل ثوروبريد، تميزنا الحمد لله في بعض خيل الجمال في الفترة الماضية، مؤخرا في بطولة الإنتاج المحلي حققنا المركز الأول بإنتاج مربوطنا، لكن التركيز الفترة القادمة على خيل السباق، ونتمنى أنكم يعني تدعو لنا بالتوفيق. ندعو دائما للجميع بالتوفيق. محورنا الخامس في هذه الحلقة وهو سباق غزوان الخالدية، ونتحدث فيه بأنه حقق الجواد غزوان الخالدية العائد لمربط عذبة لصاحب سمو الملك الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز انتصاره التاسع في سجله السباقي بسباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة بحصوله على درع مجموعة المرجان لمسافة 1600 متر، وحل ثانيا للجواد غالي الخالدية العائد لمربط عذبة كذلك، كما حل ثالثا نجمة البراق بفارق 12 طول عن المركز الثاني، وذلك على ميدان الفروسية في جدة. طبعا مهما اختلفت أنواع الميادين، وقبل كل شيء يعني قبل ما أتحدث عن هذا السباق، نقول دائما ما شاء الله تبارك الله مربط عذبة متواجد وبقوة دائما، وفي هذا السباق يحقق المركز الأول يحقق المركز الثاني. تمام صحيح. أنا كيف أوصل مربطي بشكل عام لهذا المستوى من خلال خبرتك؟ مشوار كبير طبعاً، برنامج كبير، تدريب، غذاء، مدربين، أطباء، يعني هو برنامج كبير، صعب أنك يعني تشرح العالم هذا في كلمات بسيطة، يعني الموضوع يأخذ مجهود كبير من أصحاب الخيل، من متابعتهم، من صرفهم على الخيل، من حبهم للخيل تبعهم، أساس تظهر في المسابقات بالشكل هذا. جميل. أستاذ سالم، أنت قلت عندك يعني مشاركات قادمة، مؤرق مربط عذبة ما شاء الله تبارك الله، يعني كنا نتحدث سواء يعني في جمال الخيل أو في السباق، كيف ترى مربط عذبة ما شاء الله؟ يعني تتكلم عن مركز أول ومركز ثاني، وأنت عندك مشاركات قادمة وأكيد حاطم في عين الاعتبار. ما في شك مربط عذبة طبعا هو أحد المنافسين، لكن المنافسين تبارك الرحمن المتميزين جدا، نعم نطمح لمنافستهم بطريقة أفضل، لكن أنت سأل سؤال مهم، كيف الوصول إلى ما وصلوا إليه؟ جميل. يجب أن نذكر أن مربط عذبة بدأ من حيث انتهى الآخرون. مربط عذبة استقطب الخبرات الصحيحة المتعلمة في هذا المجال، ولا يزال يستثمر في هذه الخبرات اللي عنده لكي يتميز. لو تلاحظ المركز الأول المربط عذبة، الثاني المربط عذبة، وفي فارق كبير جدا على المركز الثالث، مبروك لهم، يستاهلوا. في نفس الوقت احنا نقول نشكر ميدان جدة لدعمهم لهذا سباقات الخيل العربية، نشكر شركة المرجان الداعمة للحفل هذا، دعموا بجوائز جميلة جدا، ونتمنى التوفيق للجميع. جميل. أستاذ سالم، أنت ذكرت نقطة مهمة وهو اختيار أو استقطاب الخبرات المتميزة. في ناس ممكن تندفع في مثل هذه الأمور وتبحث عن الخبرات فقط، كيف أنا أميز الخبرات الأفضل دائما في اختياري؟ الخبرات الأفضل طبعا أكيد نتائج الشخص، أفعاله، تدريبه للأحصن اللي يدربها، نتائج هذا الأحصن في الميادين إيش سوت مقارنة بالخيل الثاني، هل تميز داخليا خارجيا، شهادات الشخص، خبرته في مجال الميادين، تعليمه في أي مجال كان، هل نستطيع نربط تعليمه
بالخيل، هل في أي مجال ممكن يزيد من تعليمه في هذا المجال لكي يستفيد؟ وأنا أتوقع يعني هنا مربط الفرس اللي حقيقة مربط عبة أتميز فيه، أنا ذكرتها قبل شوي أقولها، لا يزال يستثمر في العناصر الموجودة، العناصر البشرية الموجودة عنده والعناصر الحيوانية اللي هي الخيل، دائما يجلب الأفضل، يتمنى دائما أن ينتج الأفضل، وإحنا بإذن الواحد الأحد أنه إذا الله كرمنا نكون أحد المنافسين، ونتمنى لهم كل خير وتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله توفيق للجميع. نذهب للمحور السادس في هذه الحلقة، وهي بطولة فندق الدولية لقفز الحواجز. قدم الفارس الشاب خالد بن عبد الرحمن المبطي مستويات مميزة في هولندا، حيث شارك الأسبوع الماضي في بطولة فراخن وحقق المركز الثاني في شوط الجائزة الصغرى على الفرس دونا، وواصل المشاركة في بطولة لختنفورد الدولية في هولندا من فئة النجمتين، وقدم فيها مستويات رائعة، حيث استطاع أن يحل في المركز الثاني في أعلى أشواط البطولة، ارتفاع 150 و 145 سنتيمتر، وكذلك على الفرس زيبرن، وحقق أيضا المركز الأول في شوط الجائزة الصغرى على الفرس دونا، وهو أحد الأشواط المصنفة دوليا. وتأتي هذه المشاركة للمبطي استعدادا لمواصلة المشوار في جولات الدوري العربي، حيث ستكون مشاركته القادمة في دولة قطر الأسبوع المقبل. ويذكر أن المبطي قدم مستويات مميزة في الجولات الأولى من الدوري العربي والتي أقيمت بدولة المغرب، حيث يسعى لمواصلة المشوار وأن يكون له النصيب في التأهل لكأس العالم عبر البطائق المخصصة للمجموعة السابعة. وإذا كان جاهز معنا خالد، ودنا نتحدث معه حول هذا الإنجاز. طيب، إلى ما يجهز خالد، خلينا نتحدث معك أستاذ يوسف. فارس شاب يقدم هذه المستويات المميزة ويجمع أيضا بوينت طيب، يعني ما شاء الله تبارك الله. هذا الفارس يعني ينسحب عليه أيضا أسماء أخرى شاهدناها مؤخرا تتقدم للصورة بشكل كبير. كمدرسة كيف أخرج مثل هذه الأسماء؟ طبعا خالد المبطي غني عن التعريف، فارس موهوب وعنده يعني أسلوب جيد في قيادة الخيل في المنافسة. جميل. فرسان، عشان تطلع فرسان من المدرسة بالشكل هذا طبعا لازم تشوف الفارس، تشوف أداؤه وكيف بيتأقلم مع الخيل. الفارس الموهوب على طول يظهر أمامك غير عن الفرسان العاديين، لأن الحصان يتوافق معه ويكون أقل أخطاء وأقل يعني وأقل مشاكل بينه وبين الخيل، فتحصل إنه أداؤه سلس وموهبته ظاهرة. وأكبر مثال خالد يعني من الفرسان الشباب الصغار اللي ظهروا بسرعة، لأنه ما شاء الله عليه موهبته ممتازة جدا مع الخيل وفي الميدان. طيب المدارس شو دورها لتخريج مثل هذا الجيل؟ يعني أنا المدارس، نتحدث عن المدارس الدولية، وش دورها وش تقدم عشان تخرجنا مثل هذا الجيل؟ المدارس يعني تفتح المجال للناس بشكل عام إنه يمارسوا الرياضة، بعد فترة تحصل إنه اللي عنده موهبة يقدر يكمل، تمام، والأب والأم يشوفوا الولد عنده يعني موهبة في الرياضة هذه وصار يعني بالدعم بشوية من الدعم ممكن يتطور مستواه، وتوفير مثلا خيل مستوى أعلى ممكن يرتفع مستواه. فالمدارس تفتح المجال للجميع أنه يتعلم الرياضة، أنه يكون أول ممكن ما تعرف عنه أنه عنده الموهبة هذه إلا أنه يتعلم أول والمدرب يشوف أداؤه، بعد كذا يبدأ يرفع الأداء يعني حسب المستوى اللي هو بيدخل فيه. سؤال جدا مهم، في فرق بين فارس موهوب وفارس مصنوع؟ يعني هل ممكن أن الفارس المصنوع يحقق لي أرقام لم يحققها الفارس الموهوب أو طبعًا العكس؟ طبعا أكيد، في الفارس المصنوع ممكن أنك تدرب فارس تدريب يعني مكثف وتكون معاه حصان يغطي على عيوبه، هذا المصنوع
هذا مصنوع. اي نعم. لكن الفارس الموهوب ممكن هو يصنع الحصان، هو اللي يقدر يساعد الحصان، وهو اللي يقدر يطلع من الحصان حاجات الفارس المصنوع ما يقدر يطلعها. يعني في فرق بين الاثنين. جميل، نقطة مهمة راح نكملها. أوكي. لكن خالد المبطي معنا الآن على الاتصال. خالد حياك، راح فيك عبر القناة السعودية الرياضية في برنامج جوادي، ونبارك لك هذا الإنجاز. الله يحييكم ويبارك فيكم إن شاء الله، ومشكورين على الاتصال. الله يجزاكم خير. تو نتحدث يا خالد عن الفارس الموهوب والفارس المصنوع، وأنت من المواهب المعروفة وذوي الخبرة وتقدم دائما الكثير في مثل هذه الرياضة. في البداية يعني ما شاء الله أنت جمعت بوينت طيب، كيف جمعت هذا البوينت؟ طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الحمد لله أنا الآن في الرانكينج في البوينت، جمعت بوينت ممتاز على مستوى العالم الحمد لله. طبعا هذه تكون بكثرة المشاركة الدولية وبكثرة المراكز المتقدمة، ففي هذا الصيف الحمد لله توفقت و شاركت في بطولات متعددة وبطولات كانت قوية على مستوى العالم، واستطعت اني اتقدم في النقاط، فهذا الشيء ساعدني على البوينت اني اكون متقدم. جميل خالد، فيه فائدة لقيتها من احتكاكك بالفرسان الدوليين اللي هم في مثل اعماركم يعني؟ اي نعم اكيد في فائدة كبيرة. طبعا اكثر انا اشوف ان اكثر الفوائد والاستفادات تكون من الاحتكاك مع الفرسان الكبار والمشاركه في البطولات المهمه والكبيره، فهناك يتعلم الفارس من الفرسان الكبار ويستفيد من خططهم وتجهيزاتهم للبطولات المهمه. ممكنهم يعطونك بعض الاسرار ولا انت تحاول تلتقط الامور من بعيد لبعيد؟ والله انت اللي تحاول، يعني اذا انت كنت مجتهد وحاولت انك تطبق الاشياء اللي هم يطبقونها هنا راح توصل ان شاء الله. متعاونين خاصه ذوي الخبره؟ في فرسان متعاونين وفي فرسان محبين للفرسان الطالعين، وهذا شيء ممتاز في هذه الرياضه. جميل، الجيل اللي قبلكم ما شاء الله يعني محقق بطولات عالميه، استفدتوا منهم؟ تحدثتوا معهم؟ أكيد. جلستوا معهم؟ اكيد. اي نعم، في مثل الفارس الدولي الفارس خالد العيد. ايوه طبعا فارس خالد العيد له فضل على الفرسان كلهم في تدريبه معهم ووقوفه معهم واعطاهم من نصائح، وكل الفرسان تقريبا السعوديين اذا صارت لهم مشكله او صارت لهم شيء بالخيل على طول يرجعون للفارس خالد العيد للاستشاره. طيب يا خالد ايش مجهز لنا في قطر؟ ها نقول قطر ان شاء الله، ان شاء الله اكون جاهز ان شاء الله، وان شاء الله نحقق نتائج طيبه انا واخواني الفرسان عبد الله الراجحي فارس سعد العجمي. ان شاء الله جاهزيتنا لهذه البطوله نعتبر مجهزين خيلنا بطريقه ممتازه، وان شاء الله نحقق نتائج جيده ان شاء الله. وحنا ايضا نوعدكم ان نكون داعمين لكم ولاي فارس يحمل رايه المملكه العربيه السعوديه. وعلى فكره يا خالد الحديث هذا لكل الفرسان، في مثل في هذه الرياضه شاهدنا انجازات كبيره، فبالتالي المستوى اللي نطمع فيه دائما مثل هذه الانجازات او افضل باذن الله. باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. شكرا لك يا خالد. جزاك الله خير، مشكور فمان الله. شكرا خالد. نرجع لحديثنا استاذ يوسف. خالد يعني من الشباب الموهوبين نتحدث. أكيد. ما شاء الله عليه. وانت فرقت بين بين الفارس الموهوب هو من يروض الخيل ويصنعها من اجل ان يحقق انجاز، والعكس ايضا صحيح في المصنوع. انا ممكن اتعب على فارس معين واصنعه ويجيب لي انجاز ايضا. ممكن ولكن حتكون يعني الحظ حيلعب دور كبير. جميل. غير لما يكون الفارس موهوب مع حصان جيد حيعطيك نتائج، احتمالات النتائج حتكون افضل. انا كيف اعرفه؟ لما اشوف والله اقول هذا الفارس موهوب وهذا الفارس يعني راح لو اشتغلنا عليه راح يجيب لنا يعني انجازات كبيره. لو تحضر بطولات مثلا حي على الهواء يعني معانا في الميدان وتشوف خالد المبطي مثلا هو راكب وتشوف فارس ثاني عادي وهو راكب، حتقدر تعرف انه هذا الفارس موهوب يعرف يتفاهم مع الخيل وطريقته في الركوب مختلفة عن فارس عادي او فارس لسه يعني في اول المشوار. انتم يعني تتوقفون عند تدريسه فقط واكتشافه او تتابعونه بعد ما يعني مثلا يصير احنا نحط له الخطوة الأولى فقط يعني فقط الخطوة الأولى؟ نعم احنا نعلمه او يعني نعطيه الأساسيات، بعد كذا عشان يرفع مستواه
هناك يعني الاهتمام الاب والام. لو شفنا عشان نعيك الاهتمام منكم وش المانع يعني؟ لانه المرحله اللي بعد كذا المرحله تتطلب يعني مبالغ كبيره او استثمار كبير. وسفر واحتكاك في بطولات دوليه وخيل مستواها عالي جدا، صعب على المدرسه انها توفرها يعني كمدرسه عاديه يعني. كيف؟ انه هذه تدخل في مراحل يعني متقدمه جدا. بصراحه ترى بان هذه الرياضه مدعومه؟ من القطاع الخاص لا، مدعومه من الاتحاد نعم، لكن الدعم الاتحاد كافي؟ طبعا اكيد الاتحاد بيدعم لمرحله معينه وبعد كذا يعني هو ميزانيته محدوده وعلى يعني على قد الميزانيه هو جالس بيدعم من فتره طويله، ما في يعني تحصل شركات كبيره تدخل في دعم الرياضه هذه، عشان كذا صعب انك يعني تطور بسرعه. جميل. وهذا الامر ايضا ممكن نسال فيه استاذ سالم. سالم، يعني الخيل والدعم الخيل وهذه الرياضة إذا حولناها إلى صناعة، خاصة بأن أمام رؤية عظيمة للمملكة العربية السعودية مستقبلية، كيف أنا أوصل لهذه المرحلة؟ طبعا فيما يخص تحويل الموضوع هذا إلى صناعة، طبعا حاليا احنا كثير من ملاك الخيل ومربينها وفرسانها ينظر للخيل كهواية حاليا، واحنا الآن عشان نتطابق مع نظرية 2030 أو رؤية 2030 يجب أن ننظر لهذه الرياضة كصناعة وليس فقط كهواية. الصناعة هذه صناعة الفروسية يجب أن تقوم على نفسها. حاليا الوضع اللي حاصل أنه كثير من السباقات من المسابقات القفز والجمال وغيرها تقوم على دعم أحد الأشخاص أحد الشركات، لكن لما احنا نحولها الى صناعه فروسيه نبدا نشوف الشركات تاتي بنفسها، تجي بنفسها تبغى تدعم، لانه هي كذلك الشركات هذه لها مصلحه تسويقيه من دعم هذه الرياضه. تلقى كثير من الشركات مثلا ساعه لونجن تحب تدعم كثير من رياضات الخيل، بورش احيانا تدعم، هذه من الامثله العالميه اللي حاصله. لكن الوضع الحالي اللي حاصل مجرد تغيير الى كيف احنا ننظر الى هذه، يجب ان ننظر لها كصناعه مو كهوايه، كصناعه تدر للاقتصاد المحلي وما تاخذ منه فقط. احنا الان لما نكون ندعم من الدوله وجزاهم الله ولاة الامر ما هم مقصرين، يدعموا هنا ويدعموا هنا ويدعموا الاتحاد، يدعموا البطولات السباقات، لكن القادم افتراضا يكون تحويلها الى صناعه، ايجاد المستثمرين، ايجاد الداعمين اللي هم يستفيدوا، وكذلك في نفس الوقت تستفيد الخيل، يستفيد ملاكها، يستفيد المحرك مربينا. المحرك الأول لهذا الموضوع عشان أنا أحول الصناعة، من هو المحرك الأول لهذا الموضوع؟ أن تنتظرون الاتحاد السعودي مثلا يتحرك، أو تنتظرون دعم حكومي، أو تنتظرون يعني جهات أخرى يعني تتدخل وتحرك هذا الأمر لتحول الصناعة مثلا؟ فكر المالك وكيف نظرته، احنا الشخص نفسه كيف ينظر، هذا هو رقم واحد. لما يبدأ يشوف انه هذه ثروة حيوانية، الخيل هي ثروة حيوانية لها قيمة معينة، انا كيف ازيد من قيمتها وكيف اخفف من قيمتها؟ زيادة الانشطة مثلا من قبل الاتحاد وليس الصرف عليها بزيادة ترفع من قيم الثروة هذه، ترفع من قيمة الخيل، يصبح هناك في طلب حتى ممكن يكون عالمي. الحصان اليوم يسوى تقريبا 100,000 بسبب زيادة النشاط اللي حاصلة في البلد، وصل إلى 500,000 وانباع دوليا. في نهاية المطاف هذا اقتصاد، هذا دخل إضافي للدولة. جميل. يجب أن ننظر لها بالطريقة هذه، ويجب أن نفكر في نفس الوقت في تخطيطنا للمستقبل. أنا كمربي السنة الجاية كما توقع عدد من الفراس اللي بتفلي عندي، افتراض أني مخطط، افتراض أني كاتب، أنا أقدر ألقح عدد معين من الأفراس وأصرف عليها الفترة هذه وأبيع منها العدد المعين وأخلي العدد المعين أنافس بالعدد المعين. حاليا الوضع بسبب أنه هواية لا يوجد تخطيط حقيقة لكثير من المربين، قد يكون يعني موجود البعض اللي يخطط، لكن الأكثر عدد من الأفراس شبيهم كلهم واللي يجي وعلى وبالبركة. لكن انا اتوقع يعني باذن الله انه في تغير قادم، خصوصا الان مع التجديد صاحب سمو الامير عبد الله بن فهد، نبارك له التجديد، امس اعلنوا عنه تجديد لرئاسه الاتحاد الفروسي لاربع سنوات قادمه، متفائلين خير.
نتمنى من الجهات المعنية بالفروسية كلها تتعاون مع بعض، لأنه هذه ثروة حيوانية. هذه الكلمة اللي كنت أنتظرها صراحة، التعاون. الملاك معلش، الملاك وصلوا لمرحلة أنهم يعني ينتظرون أحد يعني هو من يحرك الأمور. يعني أنا كان لي لقاء مع بعض الملاك في إحدى المشاركات، ويتحدثون عندما سألتهم سؤال بسيط، ماذا تنتظرون الفترة القادمة؟ قالوا نحتاج مستشفيات ونحتاج ما شابه. يعني يقول أنا عندي الخيل ممكن لو يصاب إصابة بسيطة أنا أخسره بسبب عدم وجود مستشفيات. تنتظر المستشفى ممن؟ دائما أنا أنتظر المستشفيات، وكل شيء لازم يكون بدعم حكومي. يعني هذا الأمر بالتحديد لو أي شخص استثمر فيه أتوقع أنه بيننا يعني مخرجاته مربحة جدا. إذا كان كل يتحدث بأنه والله لا يوجد مستشفيات متخصصة، أتكلم هنا مثلا في الرياض، لو أي شخص ممكن تحرك كان هناك دعم، كان هناك عائدات كبيرة لصاحب المشروع. ما في شك، قد نحتاج فقط إلى تنظيم معين من المسؤولين اللي يسمح بتعديل البنية التحتية، تعديل البنية التحتية وزيادتها. يعني أنا حقيقة أعرف أن وزارة الزراعة الآن تسمح وتدعم القيام بعدد من المستشفيات البيطرية، العيادات في كثير من المناطق. تنظيمات مثل هذه، دعم بسيط جدا، ما هو بالدعم الكامل ولا هو بالدعم الشامل، لكن إعادة هيكلتها بحيث أنه البنية التحتية، أني أنا ما أغامر، أنا أجي أستورد حصان من دم معين من الخارج وما ألاقي العناية الأساسية اللي فعلا ممكن أجعل حصاني فيها على مغامرة. أنا أجيبه فعلا ما في بنية تحتية، وفعلا أنا افتراضا ما يعني الافتراض أني ما أعتمد على هيئة معينة أنها تبني لي. نعم الأشخاص موجودين، رجال العمالة أتوقع موجودين، فقط مسألة تنظيمية صحيح لكيف تقوم الصناعة هذه، صح، كيف تترسل البنية التحتية، كيف نحمي الثروة الحيوانية هذه. هذه محافظة، هذه الثروة الحيوانية الموجودة الآن هذه تسوى قيمة معينة، صحيح. إحنا يجب نحافظ عليها وكذلك نزيدها بإذن الله. بإذن الله يكون القادم أفضل، وكذلك يتوافق مع الرؤية. يوم الأيام بإذن الله أنا متفائل بأني سأتحدث وياك حلو ما وصلنا إليه بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، وأنا متفائل كذلك. جميل. لدينا خبر إقامة بطولة الدوري العربي المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر، وممكن راح يفيدنا فيها بشكل أكبر الأستاذ بدر الفايز إذا كان جاهز معنا في الاتصال. بدر، راح فيك بدر على القناة السعودية الرياضية. أهلا وسهلا، هلا حياكم الله. نشكر لقبول هذه الاستضافة. سريعا، ما هي استعدادات الفرسان السعوديين لأولى بطولات قطر الدولية؟ أول شيء أحب أشكركم على الاستضافة، الله يحفظكم. وبالنسبة للتجهيزات الحمد لله وصلت الخيل نوعا ما متأخرة بسبب إجراءات وزارة الزراعة القطرية. وش الإجراءات اللي عقدت بالضبط؟ البيطري غدا إن شاء الله صباحا، والجياد إن شاء الله في حالة طيبة، وإن شاء الله تكون جاهزة الاستفادة منها للفرسان بإذن الله. يعني كانك تقول من إجراءات بطأت من حركة وصول طبعا عادة يكون الأفضل للجياد إنها تصل قبل الوصول أقل شيء ب 24 ساعة قبل البطولة. يعني هذا التحرك تحرك تأخر منكم في إرسال الجياد؟ لا لا لا، تأخر كان من تنظيمي من 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 قطر، وكان من عن طريق الوزارة الزراعة القطرية. أنتوا عارفين أن هذا الوقت راح يأخذ في الإجراءات؟ عارفين هذا الوقت الطويل راح يأخذ مثلا الموضوع؟ هو عادة ما ياخذ الوقت الطويل اللي خذ البروسيجر هذا المرة هذه، بس الحمد لله احنا ان شاء الله مستعدين، وبإذن الله احنا حننافس بإذن الله. حتى لو تأخرت الجياد الشباب حيكونوا جاهزين بإذن الله. كم عدد فرسان السعوديين المشاركين؟ ان شاء الله 31 فارس طبعا مختلفة من الفئات العمرية المختلفة، وعندنا 47 جواد ان شاء الله. احتكاكم مع الفرسان العالميين يعطيكم فائدة مثل هذه المنافسات؟ طبعا بتواجد الفرسان العالميين مثل أدوينة الإسكندر والفارس فلدمير كوتنوف والفارس أثينا، هذا طبعا بحد ذاته شيء جميل جدا للفرسان، وبيعطي قوة للبطولة
وان شاء الله بفرسان الاولمبيين والفرسان المحليين والفرسان الشباب حننافس باذن الله. باذن الله وباذن الله يعني ترجعون بانجازات كبيره تسجل للوطن ان شاء الله باذن الله. دعواتكم الله يسلمك. شكرا لك. شكرا. الخبر الثاني، يقيم الاتحاد السعودي للفروسية سباق كأس ولي العهد لسباقات القدرة والتحمل بمزرعة الخالدية بالتنظيم من الاتحاد السعودي للفروسية. طبعا هذا تقريبا آخر خبر لدينا لهذا اليوم، إذا كان لك تعليق أخير أستاذ يوسف. والله بس يعني حاب أكد على الموضوع اللي تكلم فيه الأخ سالم، أن عملية تنظيم ووضع استراتيجيات لصناعة الفروسية في المملكة هي من أهم الحاجات اللي تدعم الرياضة هذه. جميل. وأستاذ سالم إذا كان لديك أي حديث أخير. نفس النقطة، هذه هي أهم نقطة الآن إحنا يجب أن نركز عليها، هي صناعة وليست هواية فقط. تحت الصناعة الهواية تحت الصناعة، لكن أهم هي صناعة فروسية لها أسس يجب أن نعمل على تأسيسها. من تنتظرون المبادرة؟ من الجميع. من الجميع. إذا من هذا البرنامج ومن برنامج جوادي ننتظر المبادرة من الجميع لتحويل هذه الرياضة الجميلة والنبيلة والتاريخية إلى صناعة، وهي أيضا أمر يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ونتمنى من الجميع، أو من يحرك هذا الأمر هو شخص، أكيد هو شخص راح يكون متسبب في تحريك هذا الأمر، يبدأ ونرى بإذن الله صناعة أكبر وأجمل وحقيقية لمثل هذه الرياضة. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا. شكرا لك أستاذ يوسف. شكرا لك للاستضافة. وشكرا لك أستاذ سالم، كنت معنا من هناك من جدة. العفو أستاذ راشد. إذن كانت هذه آخر عناويننا وأخبارنا لهذه الحلقة، نتمنى أن نكون يعني اليوم خفيفين عليكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في الحلقة القادمة يوم الأربعاء الساعة 8. كونوا معنا، إلى اللقاء.